وقلت انا بشرب قهوة لحد ما تخلص. اوكي ويلا الجو يجنن ما احكي لكم، لازم اتكلم عن الجو. الجو تحفة خرافي يجنن، في رياح باردة مشمس زي ما احب بالضبط. لو بس تشمون ريحة القهوة شيء خرافي. شو اللي وراه؟ ريحة القهوة تفتح النفس، تفتح النفس صدق. أكوابهم حلوة اللي ما يشتري أكواب أحلى شيء، هم كده جاي كله لازق في بعض. هذا مخروم ليش؟ هذا لا، بس هذا مخروم. شو السبب؟ أنا عارفة. آه عشان حاطينه. زحمة العالم. معلوم. رياح باردة. بس الجو جميل جميل. ماتشا خلوني أوريكم الجمال. شفت كيف العالم مبسوطين؟ يمي ترى وقت غدا الحين، الناس بعضهم يتغدون، أتقهوى ولسه بروح البيت أسوي فطور. يعني هذا أنا ما بأكله، بق شوي منه، يعني لسه بسوي فطور لي أنا وأولادي. سلمكم الله، قاعدة أنتظر رؤى لين تخلص بعدين عاد القلوب لكم. جديد من تسالي، حان وقت الإفطار. هذا الكريب في البيت سويناه، شغل بيت. هو طبعا جاهز اشتريته، بس ينحط بالفريزر بعدين انتو تسخنونه، تحطونه في طاوة مع شوية زبدة، بعدين حطيت عليه نوتيلا وفوق. يا سلام سلم. هذا احد اطباق الفطور، وبوريكم الاطباق الثانية. الله الفطور، الله الله. بس بقى ايش؟ الشاهي نوعين بيض، هذا النوع يمي بيض قرص، حطيت جواه حركات بركات، وهذا النوع. بالعافية، ايش رايكم في الفطور حبايبي؟ وهذا الشباتي اكله مع الزبدة. ايوه كريم اللي تبغين، في نوعين، في هذا الكبير وفي هذا الصغير. تبغى كاتشب؟ طيب. وبالعافية علينا، بالعافية علينا، بالعافية علينا. ها؟ مرتديلا. بالدجاج. هذا كله. مع جبن. إيه طبعاً. هذه حقتنا في السعودية، نسيتوها؟ تذكرون المرتديلا اللي في السعودية؟ اللي تجي. هذه تذكرينها يا رؤى؟ مرتديلا حقتنا اللي في السعودية، ما أدري أخواني تذكرونها أو لا. آه عرفتيها؟ أيوه. بس هذيك اللي عندنا هذا أورنج، ما بقول البراند. فبس شفتها في سوبر ماركت عربي على طول، مكتوب حلال، على طول أخذتها. وفعلا نفس طعم اللي عندنا في السعودية نفسه. رو أستر عليها، شيلي بملعقة. يا للفس حليب سلي ولا عجز؟ على قلب الشوكة، شيلي بالشوكة.